من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من تعزيز الأمن والسلم الأهلي في بيجي، أهلا بكم. حيث كرم الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب الدكتور أحمد عبدالله الجبوري أبو مازن عددا من ضباط قضاء بيجي ممن تخرجوا من الكليات الأمنية والعسكرية، بحضور النائب بشرى رجب القيسي وبرعاية قائم مقام القضاء المهندس عادل أحمد علي وعدد من الشخصيات الرسمية والعشائرية. وأكد أبو مازن على أهمية دور الأجهزة الأمنية في تعزيز السلم المجتمعي وتوفير بيئة آمنة لأهالي محافظة صلاح الدين. هنا بيجي، بيجي المنارات، هنا بيجي ولا تكفي العبارات، فبيجي أمي وإني أبر بها، لا عاش خائنها لا خاب حاميها. باسم الإدارة المحلية في قضاء بيجي نرحب بالضيوف الكرام الزعيم الدكتور أحمد عبدالله عبد أبو مازن والست المهندسة بشرى رجب القيسي عضو مجلس النواب العراقي وعضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، والست مارلين الرملي مديرة قسم شؤون المرأة وممثل مجلس محافظ صلاح الدين المحترم الأستاذ لطيف، وكافة الشيوخ والوجهاء في قضاء بيجي والسادة الضباط كل حسب مقامه. نتمنى لهم إن شاء الله الموفقية والنجاح، ونتمنى لهم إن شاء الله أو نتمنى أن يكونوا من الضباط الأشداء في استدبار الأمن وفي كل مفاصل وزارات اللي هي وزارة الدفاع وكذلك وزارة الداخلية. أرادوا لهم من كل قلبي، لأنه صار عندنا كوكب ضباط ممتازة، وإن شاء الله الدورات القادمة يكون لنا أيضا تنفيذ كبير في الكلية العسكرية وكذلك كلية الشرطة. هذه إضافة نوعية ممتازة تضاف إلى سجل عودة بيجي وعرضت النظرة الإيجابية لقضاء بيجي. الحمد لله النظرة تغيرت على قضاء بيجي عما كانت عليه. النظرة السابقة أنه بيجي هي بؤرة للإرهاب، مدينة خراب، هل يجعل بيجي ما يرجع لأهله. لكن الحمد لله بتناصر الجهود وتوحد كل عشائر بيجي وظهروا بصورة عشيرة واحدة، قدروا يصدون الإرهاب ويضحون بدماء أبنائهم حتى نرجع كأهالي أو عوائل كريمة. باسمي وباسم كل حضورنا وباسم جمهورنا حقيقة نشكر القيادة العامة للقوات المسلحة والأخوة وزير الدفاع والداخلية على اهتمامهم وإعطائهم الاستحقاقات لعموم محافظاتنا. هذه الدورة مميزة بالنسبة للعراق، وكذلك مجلس الوزراء مميز بوزراء الأطباء، ونتمنى إن شاء الله دائما وزرائنا ينبرون بكل مواطنين في عموم العراق بمسافة واحدة، وإن شاء الله هذا بإذن كل العراقيين. اليوم إحنا بسرور حقيقة وفرحة لا توصف إنه حضرنا مع كوكب الضباط، وهذول راح يكون حقيقة عملهم خلنا أقول كله إيجابي، لأنه ساعدهم بقوتهم روحهم الشبابية حتى يبقون كثير بالبلد. إحنا أكو تحديات كثيرة على العراق، إن شاء الله هم راح يساهمون في تبع هذه التحديات الكثيرة. نحن معهم وداعمينهم إن شاء الله، وراح نكون في كل مناسبة موجودين، ونوصيهم إنه يحترمون الإنسان، كرامة الإنسان هي الأهم. اليوم من وسط بيجي نعلن رسالة سلام
وأمن في مركز القضاء بحضور النائب الدكتور أحمد عبد الله عبد والنائبة الست بشرى القيسي. تم تكريم كوكبة من الضباط الجدد بعدد 16 ملازم ضمن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. شكرنا الكبير لأهالي قضاء بيجي على حضورهم هذا الكرنفال. شكرنا وتقديرنا للشيوخ والوجهاء الذين ساندونا في كل محفل. شكرنا وتقديرنا للسيد المحافظ صلاح الدين على دعمه لقضاء بيجي بتحريك المشاريع المتلكئة سابقا، والحمد لله رب العالمين. نوعدكم أن بيجي ستكون الأفضل، كما وعدناكم أن المهلة التي قطعناها 6 أشهر، مضى شهرين بقى 4 أشهر ستكون بيجي أفضل. شكرا لكافة الإعلاميين في محافظة صلاح الدين الذين يحضرون هذه المؤتمرات والكرنفالات الداعمة لأعمالنا في قضاء بيجي. شكرا جزيلا. One more.